أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن نغضب، ولكن ليس من الطبيعي أن يستولي علينا الغضب. فمن يستولي عليه الغضب يقول الناس عنه إنه عصبي، يعني أعصابه تتحكم في دماغه، في عقله، في مواقفه، وليس هو الذي يتحكم في أعصابه. والسؤال هنا: هل تنفع النصيحة لمن يكون غضوبا كثير الغضب بأن نقول له لا تغضب؟ هل هذا ينفع؟ لأن بعض الناس يظنون أن غضبهم ليس بأيديهم، خارج عن إرادته، يقول مو بيدي، أعصابي تلفان، مو بيدي غضبت. هذا مو عذر. يعني إذا سألنا سؤال: هل الغضب يدخل في دائرة الاختيار، أم أن الشخص الذي يتعرض مثلا للإهانة فيغضب إنما يتصرف غريزية مو بيده؟ هذا أمر طبيعي. يعني بعبارة أخرى، لا ينفع أن نقول له لا تغضب، ولا نستطيع أن نأمره بخلاف طبيعته. هل هذا صحيح؟ الجواب على ذلك: الغضب بيد الإنسان، على الأقل مقدمات الغضب. أضرب لك مثال بسيط. لو أنك كنت تريد أن تذهب إلى واحد من أرحامك زعلان من عندك، وتتوقع أنه إذا واجهته رح يلومك، ربما يصرخ عليك، ربما يرفع صوته عليك، يتكلم عليك، بس أنت كنت مصمم على أن لا تستجيب لغضبه، وعلى أن لا تفقد أعصابك، وتتوقع الكلام الذي يقوله لك، بل أحيانا تتوقع أنه تتلقى من عنده ضربة على إيدك، لكن أنت مصمم على أن ما تجاوبه، تسكت، تستمع، وبهدوء تتكلم معه. هل أنت قادر على ذلك؟ الجواب قطعا نعم. ممكن الإنسان، ممكن حتى الغضوب كثير الغضب العصبي يمكن أن يتحول لإنسان هادئ بالفعل بمرور الزمن، لأنه إذا قلنا أن الغضب يخرج الإنسان من حالته الطبيعية، يعني يفقده الحرية والاختيار، جميع الصفات هكذا. يعني إذا قلنا لأحد لازم تحب الناس، أو نقول للأخ أحب أخاك، أو نقول للناس أحب الله والأنبياء والرسل، هذا خارج عن إرادتهم. الحب والبغض والغضب والهدوء كلها بأيدينا، صناعتنا إحنا. أنا أسوي نفسي عصبي، أنا أعمل من نفسي غضوب، أو أنا أعمل نفسي هادئ. الحب والبغض والغضب والهدوء وجميع الصفات، ما في ذلك الكرم، الشجاعة، من الصفات الإرادية في الإنسان. يعني الذي يغضب يريد أن يغضب، يفعل ذلك لأنه أراد. من يحب يريد أن يحب، من يكون هادئ يريد أن يكون هادئ. هذه مو خارجة عن إرادة الإنسان. من يقع في الحب فهو مثل واقع يقع في البئر. صحيح أنه يوم اللي وقع في البئر مو بيده، لكن حينما توجه نحو البئر ورمى بنفسه في البئر كان بيده. من يكره أن يقع في دائرة الكره والغضب والبخل وما شابه ذلك، من يكره ذلك لا يحوم حول هذا الحمى، ما يروح قريب الكره. مثل واحد اللي يريد انتحر، واحد ما يريد انتحر. اللي يريد انتحر يروح على السطح، يقرر أن يرمي بنفسه،
نعم يوم اللي يرمي بنفسه هو غير قادر على أن يمسك بنفسه في الهواء، لكن قبل ذلك بيده. بعض المجرمين في المحاكم يدعون أنهم خرجوا من طورهم، وما في قاضي واحد يقبل من عندهم هذا الأمر. القاتل يقول القتيل صرخ علي أنا طلعت من طوري، زين القاضي يقول إذا أنت بريء، قطعا يحكم عليه بالإعدام. نحن نستطيع أن نقول أحب هذا واكره ذاك، لا تغضب، لا تكره، لا تكن بخيلا، لا تكن جبانا، جميع الصفات التي تعتر الإنسان داخلة تحت دائرة الاختيار. من هنا يمكن القول ينفع الغضوب أن نقول له لا تغضب، لأنه يستطيع أن يهدئ نفسه. وحتى الذي لا يحب زوجته باستطاعتنا أن نقول له أحب زوجتك، أو المرأة التي لا تحب زوجها نقول لها يجب أن تحبي زوجك، لازم تحبين زوجك، أحب زوجتك، أحبي زوجك. اللي ما يكره الباطل يمكننا أن نقول له اكره الباطل، لأن هذه بداياتها داخلة في دائرة الإرادة. أما إذا تفاقمت المشكلة وخرجت من دائرة الإرادة فهذه مسألة أخرى. لكن حتى إذا خرجت عن دائرة الإرادة وبداياتها كانت داخلة في دائرة الإرادة فالإنسان محاسب على ذلك، كما ذكرنا في مثال الانتحار. من نقول له لا ترمي بنفسك قادرا على أن يمتنع عن الانتحار، لكن إذا رمى نفسه ليس باختياري، صحيح، بس هو مدان ومحاسب ويكون قد انتحر وقتل نفسه. يعتبر القتل ينسب إليه لا إلى الصدفة، ما يقال أن هذا خارج إرادته. نعم المجنون تصرفاته خارج عن إرادته، النائم تصرفاته خارج عن إرادته، الحيوان تصرفاته خارج عن إرادته. أما البشر فكما أن باستطاعتهم أن يمدوا أيديهم إلى الشيء وأن لا يمدوا، باستطاعتهم أن يغضبوا أو لا يغضبوا. هذه الصفات هي صفات النفس، صفات الروح، كما أن حركة اليدين من صفات الجسد، وصفات الروح تحت دائرة إرادة واختيار الروح. اللي يريد يحب يبدأ يفكر في النقاط الإيجابية من الشيء المحبوب فيحب. أما إذا نظر إلى الزوايا المظلمة والنقاط السلبية فنعم راح يكره الشيء. أنت إذا نظرت إلى الصفات الإيجابية في سيارتك راح تحب سيارتك، في بيتك راح تحب بيتك، وكذلك بقية أمورك. فشلون إذا نقول لازم تحب زوجتك تقول مو بيدي؟ لا بيدك. انظر إلى الصفات الحسنة في زوجتك ومن ثم راح تحبها. وحتى إذا تفاقمت المشكلة تبدأ يواش يواش تقدر تغير حياتك. حينما تقرر لا تغضب تستطيع أن تفعل ذلك على الأقل في البداية، أو تأخر غضبك مثلا. ومن هنا نقول أن عليك أن لا تغضب. في الروايات أن أحدهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأله أن ينصحه، فقال له النبي لا تغضب. تغيرت حياته من خلال تصميمه على أن لا يغضب ولم يغضب. طبعا هذا الرجل كان بدوي، قال إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلام. شوف أهل البادية خشنين في طباعهم، يستخدمون غرائزهم مو عقولهم. يأتي هذا الرجل للنبي ويقول علمني جوامع الكلام، اعطيني فتشيل لي في كل الآداب. فقال آمرك أن لا تغضب. فأعاد عليه الأعرابي المسألة،
ثلاث مرات قال اعطيني جوامع الكلام، والنبي يقول له لا تغضب. حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال لا أسأل عن شيء بعد هذا، كل ما أسأل النبي يقول لا تغضب. هل كلمتين مفتاح من مفاتيح السعادة، من مفتاح من مفاتيح النجاح؟ تشايف واحد ناجح يعيش دائما على أعصابه، يتصرف تصرف غريزي مع الناس، مع الآخرين، مع من تحت يده، مع زملائه. الغضب يأتي على كل أسباب السرور والراحة. يعني أحيانا أنت قضيت فرد يوم مرتاح فيه، جاءتك أخبار حسنة، التقيت بمن تحب، لكن بالليل صارت عندك مشكلة مع زوجتك وغضبت عليها ورفعت صوتك عليها ولا سمح الله تعديت عليها، كل هذا السرور اللي كان عندك في اليوم يطير. الغضب يأتي على، يعني يقضي على أسباب السرور والراحة، خاصة إذا كان الشخص ممن يتكرر غضبه لأتفه الأسباب. ولو استعرضنا تاريخ البشرية كلها نجد أن الكثير من الكوارث كان سببها الغضب. حتى بعض الحروب نشبت ما بين شعوب دول، وكثير من الصراعات التي حدثت ما بين الجماعات أو الأفراد كان سببها لحظة غضب. ولو رجع أحدنا إلى تاريخ نفسه سيجد كم من مواقف خاطئة اتخذها، وكم من خسائر تحملها، وكم من صداقات خسرها بسبب لحظة غضب. يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: الغضب مفتاح كل شر. وقد يسأل سائل: ترى لو قررت أن لا أغضب فهل يكون هذا القرار كافي حتى أحافظ على رباطة جأشي وهدوئي؟ إذا شفت شيء يثيرني مجرد أنه أنا قررت كافي؟ الجواب لا، مو بالمطلق مجرد قرار، هذا ما يكفي. لكن إذا ما تقرر قطعا راح تغضب، إذا قررت مرة تغضب مرة ما تغضب إلى أن تتعود، إلى أن تتعود على أن لا تغضب. يعني درب نفسك على أن لا تغضب، على أن تمسك بزمام أعصابك، على أن تمنع الانفلات من في كلامك، في عملك، في موقفك. نعم ربما تفشل مرة أو مرتين، لكن بمرور الزمن قطعا راح تنجح. مثل أي شيء آخر، إذا الإنسان قرر أن يترك عادة معينة أو قرر أن يتعود على عادة حسنة، هذا ما يتم بمجرد قرار دفعة واحدة، لكن إذا استمرت محاولاته فإنه سيتعود على ما يريد، سواء بالاتجاه الإيجابي أو الاتجاه السلبي والغضب من مثل هذه الصفات. يقول الإمام علي سلام الله عليه وهو يبين أهمية الحلم، الحلم نقيض الغضب، يقول: الحلم يطفئ نار الغضب والحدة تؤجج إحراقه. والسلام عليكم.